مرحبا بحضراتكم من جديد. النهاردة في فقرتنا الاجتماعية هنتكلم عن العنف المنزلي ما بين الأزواج. يمكن من خلال الأيام القليلة اللي فاتت جرائم قتل ما بين الأزواج فرضت نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، شغلت الرأي العام في مصر في نطاق واسع نظرا لأنها ما كانتش حادثة واحدة وكانت في يعني توقيتات زمنية متقاربة. نتكلم النهاردة عن العنف داخل الأسرة ما بين الزوج والزوجة واللي بيمتد بكل تأكيد إلى الأبناء سواء نفسيا أو بدنيا. إزاي نتعامل معاه؟ إزاي نوقف الموضوع عند حده من البداية؟ لأنه الزوج اللي بيقدم على قتل زوجته دي مرحلة متقدمة جدا جدا، أكيد سبقها آلاف المرات أو مئات الآلاف من المرات من الضرب. فأكيد الموضوع ما هوش يعني ما بيبقاش وليد اللحظة، مش صحي من النوم قرر يقتل زوجته فقام قتلها. خلونا نتكلم بالتفاصيل مع دكتور مشرفنا دايما في استوديو 8 الصبح، دكتور طارق الياس استشاري العلاقات الأسرية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. يمكن ما يعني شفناه جميعا او تم تداوله على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة من قصص لجرائم قتل أزواج يعني حاجة مقبضة الحقيقة، لكن ده له دوافع، له أسباب من البداية تطورت لحد ما وصلت للقتل. إيه اللي بيخلي الأمر يتطور لهذا الأمر لهذه النقطة؟ هو في حادثتين يعني أنا بس عايز أشير إليهم. منها حادثة مثلا الزوجة اللي قتلت الزوج. هم ثلاث أظنهم ثلاث حوادث مش حادثتين. لكن أنا الحقيقة الحادثتين دول بالذات لفتوا نظري. الطريقة اللي حدثت في المرتين ليهم علاقة بمرض الانهيار العصبي وده واضح. انهيار عصبي؟ انت بتوصلي الى مرحلة لم يعد هناك كنترول على اعصابك او كنترول على نفسك، فبتستخدم العنف وكأنه دفاع عن نفسك مش للقتل. لان الاسلوب اللي تم حتى ما هماش ناس بلطجية، هم المفروض في ثقافة أسر عادية جدا، أسر زي آلاف الأسر اللي عايشين وسطنا يعني. بالظبط كده. أيضا أنا لاحظت حاجة، لاحظت إن في الحادثتين اللي لفتوا نظري بس أنا ما يعني واسيبك من التالتة، إنهم كانوا ساكنين في بيت فيه الأسرة، بيت عيلة. أهو ده جانب بيعمل احتقان أيضا. لأنه ساعات المسألة دي بيبقى فيه نوع من قلة الحياد ما بين أسرة الولد مثلا ضد البنت أو العكس، فبالتالي ده ممكن يخلي المشكلة تكبر. لكن يا دكتور يعني فكرة السكن في بيت عيلة وده حاجة قديمة عندنا في مصر، إنه لما تيجي بنت تتجوز بتستشير مثلا ناس بتثق فيهم، إيه رأيكم أتجوز في بيت عيلة؟ فالبعض ينصحها إنه لأ عشان في مشاكل، عشان بيبقى في تدخل، خصوصية أقل، وي وي وي. لكن عمر ما حد كان يتصور إنه السكن في بيت عيلة وتدخل الحما على سبيل المثال ممكن يؤدي إلى القتل. هو ده مش السبب الوحيد، ولكن لما بيبقوا لوحدهم بيبقى إلى حد ما المشكلة مقفول عليها ببان. إنما لما تبقى المشكلة بتبقى متاحة للكل يتدخل فيها ده بيزود الموضوع أكتر. علشان كده دايما خصوصية الزوج والزوجة ممكن ينهوا الخلاف من قبل ما يطلع من الباب. طب هل تتفق يا دكتور إنه العنف بيبدأ من الضرب، من التلفظ أو يعني بالعامية بيشتم زوجته مثلا، الاعتداء اللفظي في البداية عليها. يعني التطورات دي بتبقى لازم نوقفها من البداية. إزاي؟ همجية السلوك. بمعنى ان في شخص بيعبر عن غضبه بهمجية. ايه هي الهمجية بقى؟ انه يستخدم شكل من اشكال الاعتداء اللفظي او الاعتداء الجسدي، والاثنين شكل من اشكال الهمجيه، وبالتالي هو تعود من فتره حتى ما قبل الزواج، وهي كانت فاكراها دعابه او هو انه هو ممكن يمد ايده بشكل او باخر نوع من انواع الاعتراض. طب انا هرجع للنقطه دي لانه اظن هي يعني العنف المنزلي ما بين الزوج والزوجه ده يعني موجود في بيوت كتير وبدرجات متفاوته، بس خلينا الاول ناخد تليفون عادل معانا على التليفون. صباح الخير. الو، صباح الخير يا فندم. صباح النور. عايزين نعرف رايك ويعني ازاي بتشوف العنف ما بين الازواج، ازاي ممكن الزوج او الزوجه تتعامل مع هذا الامر؟ والله العنف بين الازواج بقى اصبح دلوقتي حاجه منتشره جدا. كل ما بشوف حد مثلا
بيعامل زوجته مثلا بشكل يعني غير ادمي. يعني بلاقي مثلا ايه زوجته عملت له حاجه مثلا او ضايقته ولا ايه بيضربها، بيتخانقوا مع بعض، بيعلوا صوتهم، وده اصلا يعني اثر عليا انا نفسيا. يعني انا المفروض ان انا عايز مقبل على الزواج، انا عايز انسحب من المرحله دي، يعني مؤجل الزواج شويه لغايه ما الاقي حاجه مناسبه ليا، يعني او عشان انا ما احطش نفسي في الحاجه دي. يعني بمعنى ايه؟ انت ممكن اذا بعد ما تتزوج اذا تعرضت لمضايقه من زوجتك تضربها؟ لا طبعا، انا مش عايز اوصل نفسي، عمري ما اوصل نفسي للمرحله دي. انا والله يعني متردد جدا، كل واحد بيتجوز مثلا يقول لي لا فكر الاول، استنى شويه ما تتجوزش دلوقتي، استنى لما تلاقي بنت الحلال تناسبك. ان شاء الله تلاقي بنت الحلال، يعني ان شاء الله طبعا تلاقي بنت الحلال، لكن يعني ايا كانت ثقافتها وطريقتها وبتحبها ولا لا، صالونات ولا عن حب، يعني موضوع الضرب ده يا دكتور يعني. لا طبعا، شكرك طبعا. يعني مثلا بيقول لك مثلا ما تسمعش، يعني مثلا ما تسمعش كلام امها، وامها هي اللي بتخرب البيت، كل حاجه مطلعه سر البيت بره، كل الكلام ده طبعا بيأثر على الحياه الاسريه. يعني ربنا يرزقك يا عادل بنت الحلال يا رب، وما تمرش بكل الامور دي. يعني دكتور طارق، يعني احنا دلوقتي حطينا ايدينا على نقطتين، تدخل الاسره يعني الحما او والده الام او والده الزوجه او الزوج، العنف، الضرب، ايه تاني ممكن يؤدي الى دي؟ الادمان يا فندم. الادمان، وده حاجه ممكن ما تكونش معلنه وموجوده على كل المستويات دلوقتي الثقافيه، حتى منهم اطباء. الادمان بيخلي الشخص يفقد بقى مش السيطره، ده الاحساس بنفسه، فبيبقى مش عارف هو بيعمل ايه. وبالتالي بعد ما بتنتهي النوبه اللي بتجيله بسبب الادمان، تبص تلاقيه هو انا ازاي عملت ندمان. ده كان لازم يتعالج، ولكن هو ما حاولش. وعايز اقول لحضرتك انه بسبب الادمان بتظهر مشاكل الزوجيه بين الاثنين. اولا في حاجات كتيره جدا، هزال في جسمه اذا كان الرجل، او هي تبقى لو يعني هي طبعا الستات اقل شويه، لكن احيانا يعني ايضا بيحدث. فتبتدي تبقى ما هياش مركزه في اللي بتعمله، بتقول كلام هي ما هياش قصداه. عفوا، انا عندي سؤال في النقطه دي. لما الزوجة تكتشف ان زوجها مدمن بعد سنوات مثلا من الزواج، الحل الامثل ان هي تقف جنبه وتساعده عشان يتعالج، حتى وان كان رافض وتستحمل معاه سنين صعبة ومؤذية نفسيا جدا ليها، ولا بتتخلى عنه وبتنفصل؟ لازم تقف معاه اذا كانت بتحبه بصدق، واذا كان اب لاولادها الحاليا. هو في الاول لازم هيرفض العلاج، ولكن حبه ليها اذا كان الحب متواجد ومن غير ما اتسبب في اني اعنفه او هزقه، اصل الطريقه اللي بتوصلي بيها الجمله هي دي القصه. لا يعني اظن في الحاله دي بيبقى لازم يعني اللجوء الى استشاري. طب خلينا ناخد راي محمود كمان، بقاله شويه على التليفون، نعتذر لك طبعا. صباح الخير يا محمود. الو، زهقت وقفلت شكلك كده. طب معلش، حاول مره تانية تكلمنا يا محمود. طيب احنا اتكلمنا كده عن العنف، الضرب، تدخل الأسرة، الادمان، وتدخل العائله. تمام، في اسباب تانية؟ في اشياء لها علاقه بالجانب الاقتصادي. بيبقى البيت فيه ارتباك مادي. فهي الزوجه بطبيعتها لما بتيجي بتطلب حاجه ومش بتلاقيها، بتبقى غاضبه وهي بتوصل الرساله. في زوج يستوعب الغضب ويبقى عارف ان ده حقها، لكن في زوج بيجي له احساس بالغيظ او الاحتقان من جواه. هي ازاي بتكلمني كده؟ طب انا عملت اللي اقدر عليه، أنا ما عنديش وسيلة تانية، هجيب منين؟ ده هو بيكلم نفسه. ففي الأول بيعترض، وبعدين بعد كده بيبتدي صوته يعلى، وهي بعد كده كمان بتقارن بينها وبين أصدقاء. كنت لسه هقول لك على النقطة دي، لأنه أظن إن السوشيال ميديا بقت سبب رئيسي في إنه الناس كل واحد عينه في حياة غيره. بالظبط. وناس بتشوف حياتها على السوشيال ميديا. فالزوجة تقول لك بص فلانة عندها إيه، بص فلانة عملت إيه، فتبتدي تروح بقى تطلعه على جوزها وتتخانق معاه وتحسسه ان هو قليل. وخدي بالك، الراجل لو هم بيشعر بعجزه في اي حاجه ده بيتحول الى حب. انا اسفه بس محمود رجع لنا على التليفون، مش عايزين نسيبه تاني على التليفون. صباح الخير يا محمود. الو،
ما انت ما رجعتش ولا ايه؟ طب انا يعني بعتذر لك على المقاطعه يا دكتور. لا احنا اسفين. اتفضل. ابدا. انا يعني انا دايما متخيل ان الرجل دايما لما بيشعر ان حد بيعكس عجزه عن اي شيء يزداد الاحساس عنده بالغضب ويتحول الى جريمه، لانه من جواه بيبقى عنده حاله من حالات الاعتراض الداخلي. ان حد بيقول له انك انت عندك عجز في شيء، في كل انواع العجز بعد كده، يعني مش الفلوس بس، لكن في كل انواعه. عشان كده دي مساله خطيره للغايه. لازم الزوجه تكون حريصه جدا عشان تخلي البيت هادئ. والزوجه اللي في ايديها المفتاح، مش الرجل على فكره. طب نسمع راي ايمان يا دكتور. صباح الخير يا ايمان. صباح النور يا فندم. صباح الفل. يعني انت لو سمعنا من اول الفقره قولي لنا رايك اذا كنت شايفه ان في اسباب اخرى للعنف المنزلي، ازاي الست ممكن تتعامل معاه؟ تدخل الاهل بتبقى جامد جدا، وخاصه اهل الزوج. انت متزوجه؟ الناس بطريقه فظيعه. انت متجوزه ايمان؟ اه. طيب وده بيحصل معاكي؟ ايوه بيحصل. تتصرفي ازاي؟ بحاول يعني اخد الامور بوضحيه شويه ونتعامل معهم، بس بيبقوا اكتر يعني عنف الاهل الزوج بيبقوا اكتر عليك انت، وخاصه لو واخدين بالك من زوجك انت او قريبين منه هو شخصيا. في بيت عيله انت متجوزه؟ ايه؟ انت متجوزه في بيت عيله؟ اه في بيت عيله. هي المشاكل اللي بنتكلم عنها هي دي. ايه. شكرا ليك يا ايمان. شكرا. يعني ممكن يكون ده منتشر يا دكتور جدا. الزوج عليه عامل مهم جدا في ان هو يوقف محاولات التدخل. هو بيبقى ما بين نارين، دي امه ودي زوجته، فما بيحبش يزعل امه ولا يجي عليها، وبيضطر ساعات يجي على الزوجه. حضرتك وجه كلمه للازواج، لانه هم بيبقوا كلمه السر في حل الازمات اللي من النوع ده. يتعامل ازاي بشكل لا يزعل ده ولا يزعل ده؟ الراجل مش بالارتباط العقدي للزواج، انما الرجوله في الاحتواء. وطالما انك انت اتجوزت اصبحت هي شريكه للحياه معاك، وبالتالي كل مشكله بينك وبينها لا تخرج اطلاقا عن غرفه النوم. مش ما تخرجش عن الشقه. يعني انا ما بقولكش اطلع بره شقتك، لا، ده انت الاربع حيطان اللي بتحتويكم في نهايه اليوم اتكلموا في كل ما تتخيله. دي ثقافه غائبه شويه. ولما ما يعجبكش حاجه يا سيدي ابقى اتفاهم معاها، لكن اللي بيحصل ما بيبقاش كده، اللي بيحصل بيبقى عنف في الانتقال. لكن احيانا بيبقى ام الزوج غيرانه من انه هي ربت وكبرت وجت واحده خدته على الجهاز، ده اللي احنا بنسمعه دايما. ده طبيعي. فبتبتدي تشحن الزوج ناحيه زوجته. يعني لو اخذ اي قرار يدعم بيه زوجته، على سبيل المثال تقول له مثلا انت بتسمع كلام مراتك، انت ليها طبعا كلمه تانية مش هقدر اقولها، لكن انت بقى ماشي ورا مراتك، انت بتسمع كلامها، انت وتبدا تشحنه ناحيه زوجته، فيروح يمارس العنف عليها كنوع من اثبات الرجوله. الزوج هنا ازاي يبقى واعي انه يعني ما يديش ودنه قوي؟ الحب هو اللي بينهي كل ده. الشخص اللي بيحب حد وبالذات زوجته مش بيسمح لحد يتدخل، ولما حد بيتدخل بياخد اللي بيتكلم على قد عقله. وانا بقول له انت المفروض ان انت عقلك كبير، خلي الام تتكلم زي ما هي عايزه، لانها مش محايده، ولا الاب على فكره. وانا دايما اقول الكلمتين دول. لما يكون عندك مشكله ما تروحش للاب والام وتحكي، هما مش محايدين. ما هيقفوا معاك ضدها او هيقفوا معاها ضدك في حالات معينة. لما بيكون من جواهم عايزين الدنيا تمشي. وأنا بطلب من الزوجة أن تكون شديدة الذكاء. اكسبي حماكي وحماتك. حاولي تكوني قريبة منهم، وما تقولي لهمش أنك أنت مزعلاه في حاجة، ولما يعاتبوكي اقبليه على أنك بنتهم. ما تقولي لهمش كلمة إيه، لا أنا ما عملتش، أنا ما سويتش، لا ده هو اللي غلطان. ده بيخليهم يستفزوا أكتر. الذكاء في العلاقات، الحياة لعبة علاقات. انت دبلوماسيتك في انك تعدي الدنيا وتخليها تمشي. صح. ما توقفش وتتحدى. صح. يعني اظن دي روشتة كده ملخصة للتعامل في مثل هذه الامور، انك تسكني في بيت عيلة. موضوع ممكن يبقى صعب في حالات مختلفة، لكن ذكاء التعامل. والعامل الاكبر انا يعني ما اعرفش حضرتك متفق ولا لا، بس بيكون على الزوج. طبعا الزوج لما الحما تضايقها ما يروحش يقول لها ايوه امي وتعمل فيك اللي هي عايز. يعني الموضوع ده برضو بيبقى ده ساعات الزوج بيقاوم، يقول لها امي كانت بتطبخ احسن، امي كانت بتعمل كذا. ودي حاله من حالات الغباء العاطفي عند الرجاله. طبعا
لكن انت ذكائك بقى ان هي كل ما تفعله يبقى جميل. صح. وعايز اقولك على حاجه، هي وهي بتتعلم الطبيخ ده يبقى شيء جميل للغايه، انها تغلط صح، وانه هو بعد كده يتعود، بعد كده هيبقى اكلها جميل يعني جدا. يعني معلش المقارنه اصلا غير منصفه، والده يعني والده الزوج بقى لها سنين طويله بتدخل المطبخ وبتطبخ كل يوم، مختلفة. انما الزوجه يعني هي لسه بتتعلم، طبيعي الرز يطلع في الاول معجن، يطلع الاكل محروق، يعني معلش بس بعد نفس السنين اللي قضيتها الام في المطبخ هتطلع محترفه. يعني والزوجه ما تقارنش بين زوجها أبوها، دي نقطة بتزعل الزوج جدا. أنا بابا في الموقف ده كان بيعمل كذا، أنا بابا ما كانش بيسكت، أنا بابا كان بيتكلم. صح. الأب مهم لبنته، بس كمان الزوج بمجرد ما دخلت بيته أصبح هو مسؤول عنها زي صح. الأب. شكرا جزيلا دكتور طارق الياس، دايما بتفيدنا ازاي بنتعامل في العلاقات، وربنا يا رب يعني يحفظ الجميع ويحفظ كل البيوت والاسر المصريه، عشان بالذات لو فيها اولاد. يعني انا بتاثر جدا لو البيت فيه اولاد بيشوفوا العنف الاسري، بيشوفوا الاب ابوهم بيضرب امهم او بيشتمها. يعني ربنا يتولى الاطفال اللي كانوا في المواقف اللي احنا اتكلمنا عنها والجرائم اللي انتشرت على السوشيال ميديا، لانه ده موقف يعني وشخصيته ما تهتز بكل تاكيد. وده موضوع اظن حضرتك كده فتحت لنا موضوع لفقره قادمه بالظبط. شكرا جزيلا دكتور طارق الياس، استاذ استشاري العلاقات الاسريه، شرفتنا. شكرا جزيلا.